On se voit aujourd'hui pour une nouvelle recette qu'on avait fait la dernière fois. Enfin, la dernière fois, ça fait un petit moment déjà une recette. C'était le couscous avec ma mère. Et aujourd'hui, on va faire la soupe marocaine. Celle-ci, moi, tout simplement. Je l'ai là. La hasab kimchi manatak pour le couscous de Stissimia. Bon, la hasab gouloura, je l'ai là. On va voir toutes les étapes ensemble et c'est une bonne occasion pour moi aussi de revoir les étapes. Pas beaucoup, jamais d'ailleurs. Et ben voilà, on va voir aujourd'hui les étapes de la soupe marocaine qu'il y a. Là, c'est parti. Salam alaikum, bonjour. Yom ghadi ndiro la soupe marocaine. Ghadi ndiro l'harira, maghribia rapide. Mais matatakhch bzaf dial l'eau. On va faire une soupe marocaine rapide. Les ingrédients, je m'entouche alaikum. On a le bsla, l'oignon, bsla mchilda. Bsla wahda? Oui, bsla wahda. على حساب هنايا بور حساب لا كونتيتي كونتيتي فوالا بصله وحده صغيره مشلده عندنا اللحم مقطع طريفات صغار لا فيوند كوبي اون تي دي شمن جون ديال اللحم حيت بخير غادي يسولوا اللي بغيتي انا دايره الغنميتي تعجبني بالغنمي وكاين اللي تيدير لو بوف كاين كاع اللي تيدير الدجاج مي هي من الاحسن بلو بوف ولا بلانيو وعندنا القزبر ومعدنوس والكرافس مقصولين ومقطعين صغار بيرسيل كوريون دي سيلري كوبي نيتواي كوبي لي بوا شيش عندنا الحمص الفيت سيبو منقي ومغسول هادشي كله راه مغسول سورتو الحمص وي عندنا العدس حتى هو مغسول ومنقي تقريبا اون غراند كويير ولا دو غراند كويير ماشي بزاف عندنا مطيشه ديال الحك طوماط كونسونطري وعندنا مطيشه طريه لا طوماط فريش شحال باغزومبل طوماط دير بون كات طوماط هكذا كات طوماط وعندنا الزيت لويل زيت البلديه فوالا نو اللي بغيتو زيت البلديه ولا زيت طوماط حسب زيت البلديه كل واحد اللي بغى عندنا الزيبيس عندنا الخرقوم كركما تحميرة الحمراء بابريكا جينجمبر جينجمبر السكينجبير عندنا البزار الابيض ولا الكحل ما تكثروش منه باسكو سي با بون البزار لو بواف تحررها البواف بلون سي با تري بون وعندنا الملحه على حسب الذوق وعندنا ان بويون كوب اون تو لي كات زيره ولا لي بي سا ديبون كل واحد اللي بغى يكثر اللي بغى يقلل على حساب حساب الذوق على حساب الذوق وعندنا في الاخر غنحتاجو لا فارين غنحتاجو الطحين سي الاخر باش نخلطو بوغ ديلوي لا سوب غنوريكم على فان فوالا هادو هما المكونات هادو هما لي زانغريديون فوالا دابا غادي نوريكم الطريقه ديال اون تو لي كار كاينين بزاف اللي تيعرفو مي اللي ما عارفينش نوريوهم نديرو اللحم والبصله لا فيون لونيون درتي الزيت ديال الاولى هي الزيت ديال الاولى لوي الزيت غادي دير جوج معلقات ما كثرش من غير باش ما تحرقش داكشي اللي غندير ما نكثرش باش ما تحرقش ديك لي زانغريديون C'est là. Les épices. On met tout à la fois. Mélange le ma pêche à dire le truc mal la tomate on mélange la tomate fraîche et la tomate concentrée on met tout à la fin on n'attend pas au début on met tout bien on va
كنت يجبر الله بحال الا بقى هادشي طويل بحال الا باش نديرو باش ما نطولوش يبداو يسدو عليها عاود يحلو يديرو مطيشه يديرو كلشي. دابا هاد الحريره دابا اللي درتي هي اللي تديري لنا دائما ولا غير اليوم كتنفيه هي اللي كديري لنا دائما؟ بس تخبي حتى صاحبي تاخد الوقت بزاف بون بالو جو بو دير كالي تخي بون هي ديال دائما. اي سي فري كو حنا الحريره الاكثريه تنديروها غير في رمضان. شحال ما كثرتو القزبور الحريره المغربيه تتبغي القزبور مزيان تيعطيها لو بو شحال ما كثرتو القزبور تزيدوه في الاخر من الاحسن شويه تعطي ديك النكهه لا فريشور القزبور. لا كما قلت الاكثريه كنت نديروا الحريره في رمضان مي هاد محتايه مزيانه في البرد احسن كاع من رمضان تيجي في الصيف تكون ديك 40-50 دوغري ما نقدروش نشربوها سخونه بزاف. انا جو بريفير دابا في البرد اون بليس فيها كاع لي لي انغريديون جو راجوت واحد جوج لترو ديال الماء 2 لتر دو ديجا سا سون بون سا سون بون لاكواريوم ديال الزبور والكراس تيعطيو الريحه زوينه ايوا وصافي وتخليها صافي دابا غادي نخليوها طيب وملي طيب غادي نوريكم غادي نحركوها غادي نخلطوها بالطحين والماء صافي. دابا شحال غنخليوها دابا نخليوها على حساب كل واحد مثلا شحال تاخذ الوقت باش طيب واحد المرقه يمكن واحد 30 دقيقه صافي انا ناخذ الوقت على حساب يطيب الحمص ويطيب اللحم اوكي يبا نخليو هادشي يطيب ونرجعوها بعد Alors, on revient au bout de 35 minutes pratiquement. Là, je pense qu'on ça fait. Ouais. À part que, dès que ça a été d'abord, on a mis trois des trous de l'eau. À chaque fois, tu prends un des nains, une combi zen. Je m'attends à ce que je me sers, mais pas ouais. À la sable, je préfère elle. Je préfère elle. Ouais, tu l'as passé le harira, ouais, il y a le mât. الوغ داك الطحين اللي كان عندنا لافاري اللي كانت عندنا قبيله مع اللي كتكون حتى الاخر حتى الاخر عاد تنخلطوها مع الماء ستكون جاريه ياك سا ديبو هنايا الواحد غادي يشوف واش يبغي الحريره ثقيله ولا تيبغيها خفيفه اوكي يقدر الواحد يدير ابار كو ملي تزيدوا هذا الخليط وانتم تتحركوا شمت تعجنش ما نزيدوهاش دان سولك ونزيدوها بشويه وتنخلط حنا دان خلط شويه الماء الو غسلتي دابا شويه الماء ياك في داك الطحين فوالا اوكي هذاك الطحين هو اللي تيخطرها الطحين هو اللي تي سا ديبون واش باغيينها ثقيله الا بغيناها ثقيله ما نزيدوش بزاف ديال الماء الا بغيناها تجي جاريه نزيدو الماء منكم ميزانكم نتوما تتخلطوا يا تطيب في الاخر الواحد ما يوقفش من التحرك باش ما تعجنش دابا باغ اكزومبل حنا تنحرك فوالا غادي نبقى نحرك شحال زعما ساعه ساعه لا نو نبقاو تنحركو واحد 5 مينوت 10 مينوت على طيب على داك الطحين يطيب داك الطحين ما يتعلقش بيناتو باش ما يجيش قاسي فوالا و او ميم طون نبقاو نشوفو واش جاريه ولا قاصحه الا كانت قاصحه وحنا بغيناها نزيدو فيها جاريه نزيدو فيها شويه الماء فوالا بقاو نشوفو عندنا ميزاننا على حساب اوكي ونحركو واحد 10 مينوت هكا واحد 10 ديال الدقائق En tout cas, je peux dire ça sent très 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 bon. Et on met ça, je dors le melha, de le chouïa de zlifa, dors le melha, ou les braisés de chouïa de bzarizé, les braisés de bouillon cube usine. Ana, j'aime pas, mais c'est ce qu'on le fait melha. C'est ce que je veux dire. Les braisés de chouïa de bzar, les bras, que l'on dors dialo. Dors le melha, dors. سكر دوق نعم دوق الملح وبقاو تحركوا وتشوفوا عندكم ميزانكم
واش خصها دابا نورمالمون ابري هاد التحرك هذا سالينا سالينا الله يخلي وجهك شي بركه ايوا مزيان فرانشمون البنات اولا الدراري حيت لي زوم نتوما دخلوا للكوزينه وديروا ما فيها بس نتوما شفتوا فريمون سي تري رابيد ما تاخذش وقت بزاف بقى واحد يخاف غندير الحريره بانا بحال داك داك المره اللي شفنا الكسكسو هما بزاف ديال البنات صيفطوا لي ميساج كسوا البنات او لي زوم اللي معنا وصيفطوا لي ميساج داروا الكسكسو وجاهم ساهل جربوه سون سو كان بروبليم ودابا الحريره باغي واحد السيده اللي سولتنا على الكسكسو واش خصو يدار في كسكسي وراني جاوبتها اللي ما عندوش الكسكاس يقدر يديرو في اي حاجه اون كاسرول ويدير فوق منها وين شي حاجه د لافابور باغ كونتر ملي تصيفطوا لي لي ميساج حيت لا بليبار دو تو ما تنعرفكمش واش دي زوم او لا دي فام بريسيزي حيت جي لابيتود تنجاوب باغ ما شيري ولا ش تومبراس يعني الا كان انوم نحاولوا قولي لي واش انوم ما نقولكمش ما شيري ش تومبراس وضحوا لي واش بوزيت un garçon ou une fille voilà. Et surtout n'oubliez pas la soupe quand vous y donnez le mât parce qu'il y en a 30 minutes à terre alors ça fait 1 litre masseron par contre mais vous y donnez le mât oui bien sûr ce n'est pas du voilà au fil de l'autre mais les temps salés vous dites 10 minutes de l'étrac l'hissab comme chauffeur vous y donnez le mât le sport frais يزيد فيها الفلفل الخضر باش نخليو ديك النكهه اولا كيما تديري نتيا ملي سن اون سير ا طابل تنحطو الحامض والقزبر اللي بغى يزيد اون بلوس انا شوف كو سي ميو نزيدو اون بلوس في الطابل والقزبر نزيدو اون بلوس في سميتها في لو بول زلافه زلافه فوالا تروح تزيد شويه القزبر واللي بغى الاحسن تنعطيو ديك النكهه دابا تطبخ باش داك الطحين تيطيب نحركو تقريبا هاد الرغوه هاد ما تبقاش هادي سا فو دير راه الطحين تيطيب هاك دا المهم كيما تنقولوا حنا عندنا ميزاننا فوالا طون نوي تا ايتا بالانس ا تو دو فوار اي فوالا نوتر سوب هي وجدات جيسبر لا فيديو تكون عجبتكم و سورتو تستافدوا منها نيزيتي با ا لايكي اي ا فوز ابوني سا بو نو فير كو بليزير الا درتو la soupe goulou elle par commentaire bretou d'autres d'autres recettes n'hésitez pas à me le dire avec plaisir quand on fera d'autres choses et puis voilà je vous dis à très très bientôt d'avance